انا كنت شايف اقرب بطوله لينا كانت السنه بتاعه فيريرا، كان حازم امام متعور، كان حسام حسن عيان. انت لما بتروح الفرقه دي دايما بتبقى محصن باسم الزمالك. انا كنت شايف اقرب بطوله لينا كانت السنه بتاعه فيريرا، يعني ديت انت شفت كنا احنا كنا عاملين بطوله جامده جدا، رحنا خسرنا من النجم 5-1. طبعا كل اللعيبه كانت متاثره جدا وكانت نتيجه كبيره علينا جدا، واحنا كلاعيبه كنا داخلين اوضه اللبس كلنا حاطين وشنا في الارض ودماغنا في الارض، كنا متاثرين جدا ان نادي الزمالك ما يخسرش 5-1. الموقف اللي بفتكر انه كان صعب اعتقد ماتش فريق الاثيوبي سان جورج، تعادلنا عندنا 1-1، كل الناس اتشأمت لان اثيوبيا الجو عندها مش طبيعي طبعا وصعب جدا. بنلعب اورلاندو مع نادي الزمالك وكنا صايمين وكنا مغلوبين 1-0 والاجواء كانت ما حصلتش، ويمكن الماتش ده من اهم الماتشات لنادي الزمالك في الفتره الاخيره في افريقيا. كان سوبر الافريقي مع الوداد، الماتش ده كان حازم امام متعور، لو شفتوا الماتشات بتاعت السوبر الافريقي كان حازم امام متعور، كان حسام حسن عيان، كان عبد الحليم، يعني كان عبد الحليم علي كان متعور، كان وائل قباني كان عنده مشاكل برضه في ظهره، كان الفرقه كلها عندها مشاكل هناك وسط حاله التشاؤم، لكن الحمد لله كنا مركزين عايزين نصعد. وانت لما بتروح الفرقه دي دايما بتبقى محصن باسم الزمالك، اسم الزمالك وكيانه وجمهوره وشعبيته وتاريخه، فالحمد لله ربنا كرمنا وتعادلنا 2-2. جاب جونين اعتقد عبد الله سيسي، الراجل دخل قال لنا ارفعوا وشكم وقعد يزعق، وانتوا ازاي انتوا الماتش ما خلصش لسه لكم ماتش في القاهره وان شاء الله تقدروا تتغلبوا عليها. انا مريت بنفس الظروف ديت، كنت مع بورتو وكنت خسران 5 وكسبت على ملعبي 6، يعني عمل لنا روح في الفرقه تاني، وبصراحه احنا كلنا قمنا ورينا الفاتحه مع بعض اللي احنا اخذنا عهد مع ربنا ان شاء الله اللي احنا نقدر نكسبه هناك، والحمد لله عملنا مباراة من أحسن المباريات اللي احنا عملناها في تاريخ الزمالك كله. قدرنا نرجع في المباراة ديت وكسبنا 2-1 وقدرنا نكمل في البطولة بشكل كويس، وهي بطولة مهمة جدا. رغم إن أنا كنت خايف وقلقان، ورغم كده كسبنا الوداد هنا في القاهرة وعملنا ماتش كويس قوي، وحازم إمام كان مصاب وجاب جول يعني. عايز اقول للاعيبه الزمالك ان احنا واثقين فيكم جدا جدا ومستنيين تحققوا لنا حلم البطوله ان شاء الله. زي ما احنا خدناها في 2002 انتوا قادرين ان انتوا تاخدوها في 2019 ان شاء الله. حققوا لنا الحلم، خلونا كلنا نفرح. انا بقول للاعيبه نادي الزمالك الحمد لله، انا لعبت في نادي الزمالك اخدت 4 كاس وواحد دوري، حققوا لي حلمي وان شاء الله باذن الله ناخد افريقيا، وان شاء الله باذن الله تتحسب لي مع نادي الزمالك.